أهالي كتيرة قوي بتبقى قلقانة من علاج أطفالها تحت تأثير البنج العام. أحياناً أطفال بتحتاج تعمل عملية بنج عام عشان ترمم الأسنان في جلسة واحدة بس، لأن الأطفال دي غير متعاونة. للأسف القرار ده مش سهل، والأهالي كتيرة قوي بتخاف وبتقلق منه. بس أنا عايزة أنصح إن هم الأهالي لازم يدوروا على طبيب الأسنان الأطفال المتخصص اللي هو على كفاءة عالية يعمل الشغل بجودة عالية مرة واحدة بس، بدل ما الشغل يتعمل كذا مرة عشان نخدم الطفل. ومش بس كده، طبيب الأسنان المتخصص ده هيبقى معاه فريق من العمل على كفاءة عالية، هو ده اللي يدي الطفل العلاج بطريقة آمنة على الطفل، وأكيد طريقة سهلة. مع تجديدات في الطب، مشاكل والمضاعفات المتوقعة من البنج الكلي أكيد بتقل. أهم حاجة نركز عليها إن مدام الطفل بقى محتاج علاج، ما نخليش التسوس يعمل له مضاعفات أو مشاكل صحية كتير، إحنا نستبدل عنها بالعلاج أحسن.